مساء الخير. وصفة اليوم صدور دجاج بصلصة اللبن. عندي هنا صدور دجاج غسلتها بموية وملح وخل. صدور الدجاج خرمتها بالشوكة من كل الجهات، وكمان بالمطرقة طقطقتها كده شوية بس عشان تصير كلها مسطحة. البهارات عندي توم، فلفل أبيض، ملح، ونص ملعقة فلفل أسود، ونص ملعقة كمون. عندي كمان ملعقة كزبرة خضراء مفرومة. ولصوص اللبن عندي موية عادية، لبن زبادي، دقيق، زبدة، وطبعا هحتاج لملح عادي. عندي الثوم والبهارات، حضيفها لصدور الدجاج وأفركها. حشوح صدور الدجاج على صاج، حطيت فيه نص كاسة زيت. هبدأ أضيف الصدور. كده صدور الدجاج صارت جاهزة، هشيلها وأحطها في صحن على جنب وأغطيه إلين أسوي صوص اللبن. عندي هنا لبن الزبادي، هحط له شوية ملح وشوية بودرة ثوم. في قدر صغير سيحت الزبدة، هضيف الدقيق وأقلبه. قلبت الدقيق تقليبتين، ودحين حبدأ أضيف الموية بالتدريج وأخلط في المضرب. كوب ونص موية أضفته على 3 دفعات، دحين باقي أخلط مظبوط. حضيف لبن الزبادي. لبن الزبادي خلطته بالشوكة مرة تمام، دحين أضفته للدقيق وأقلب مظبوط. شوفوا قوامها بعد ما أضفت اللبن، هخليه كده دقيقة على النار أو دقيقتين وبعدين أطفي عليه. شوفوا كيف من الأطراف بدأ زي كأنه حيفور خلاص. هضيف الكزبرة وأقلبها وأطفي عليه على طول. صدور الدجاج حطيتها في صينية وحكب عليها صوص اللبن. هدخل الصينية للفرن وأشغل عليها من فوق لتحت لغاية ما تتحمر، تقريبا حتاخد ربع ساعة إلى 20 دقيقة. حسوي معاكم مكرونة سريعة. بالعادة لما يكون عندي طبق دجاج مشوي محمر أي حاجة أقدمه مع خبز أو رز أو معدي المكرونة. في القدر شوية زيت وأضفت البصل، حشوحه. شوفوا هنا الصينية جيت أشيك عليها في الفرن، من الأطراف غليت، فحطفي من تحت وأشغل من فوق بس لين تتحمر. بعد ما دبل البصل حضيف الطماطم وأقلب. بعد ما تسبكت الطماطم حضيف فلفل أسود وبودرة ثوم وبابريكا وكزبرة ناشفة، وحضيف كمان بهارات إيطالية ملعقة صغيرة. أضفت صلصة طماطم وحضيف ملح. تقليب. حضيف موية مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. غليت 5 دقايق، دحين حضيف المكرونة. النار عالية عشان المكرونة تشرب كل المرقة. كده خلاص بقي شوية مرق، حرخ النار وأحط التنكة هذه تحت القدر وأكبره لمدة ربع ساعة. وهذه صينيتنا صارت جاهزة، والمكرونة كمان صارت جاهزة. وبكده غدانا صار جاهز، صدور دجاج بصوص اللبن مع المكرونة. بالعافية علينا وتسلم أيديكم اللي راح تطبق. نسيت أقول لكم زينوا صدور الدجاج بشرائح الثوم المقلية. وبالعافية.